الأمثلة الجميلة ديالكم جميلة قوي. في رأيك واش المدونة الأسرة عندها تأكيد الحق من خزارة يكون قد تشتغل أم الوراق الوزة ولا طلع من الباسبور؟ أنا ما تنفهمش في هذا الشيء، فهمتي؟ ما تنفهمش في هذا الشيء، ما قريش مدونة ديال الأسرة باش نقول لك أنا ما عندي مشاكل مع مراتي، فهمتي؟ عايش بخير وفهمتي زعما هادو الناس حقوقيين اللي يهضروا اكثر منا. حاجه واحده، تندافع على حق ديال اي انسان بانه يكون مع وليداته، لا ام لا اب. انا ما كرهتش يكونوا اسره يكونوا مجموعين فيها ما يتفارقوش ما يوصلوش لهذا الطلاق كامل، ولكن ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. لكن المفروض بانه يوصلوا جوج ولا ان كوبل يوصلوا الطلاق، تيخصهم بالنسبه ليا تيخصهم يشوفوا اهم لوبجيكتيف ديالهم هو ولدهم ماشي هما.